أهلا بكم في النشرة الرياضية. وقع المحترف البرازيلي ريكو رسميا مع فريق لبستين لكرة القدم، حيث سيرتدي ريكو قميص الفريق الأول اعتبارا من القسم الثاني. وجرى توقيع العقد بحضور اللاعب ونائب رئيس مجلس إدارة لبستين يحيى المجدمي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وسبق لريكو تمثيل 4 أندية بحرينية هي المحرق، الرفاع، المنامة والحد.